عملت بيه بنداء في الجريدة خاطر مريضة أنا وبنتي مرض خبير فهمتي. كي قرأت المرأة النداء هذايا في الجريدة كلمتني في التليفون جاتني لأنا. شكون المرأة هذه؟ مرأة فعلت خير لوجه الله جاتني لأنا تونس عملت لي العملية على راسي. الفليسات باش تمشي بهم الحج ملمدتهم جي 6 سنين و7 سنين تلم فيهم باش تمشي بهم الحج. عملت لي بهم العملية على راسي فهمتني؟ وتبرعت لي بالدار ورثه نتاع بوها عطتها لي الورثه نتاع بوها عطتها لي. حطوا لي هيبه ما حبوش يقبلوا، صديقه ما حبوش يقبلوا، تنازل ما حبوش يقبلوا. حطت لي مبلغ رمزي ما حبوش يقبلوا؟ القباضه الماليه نتاع ولايه سوسه. علاش؟ قالوا لك لا ما تمشيش. علاش؟ قالوا لك لا للبراني ما تمشيش لا الهيبه لا الصديقه لا التنازل. قلت لي خاطر حسبت لك ب 50 دينار الدار. حسبت لي ب 50 دينار عملت لي مبلغ رمزي 50 دينار. ال 50 دينار سجلتها في القباضه ب 75. كي مشيت صبيت في دفتر خانه باش معناتها ناخذ شهاده الملكيه باش نمشي نتحوز بالدار فهمتني. اغلى دفتر خانه تخرج لي كونترول قول الدار تعمل 180 كيفاش تحط ب 50 دينار 180 مليون 180 مليون زعما لاخذته المراه 20 مليون لما نمشي يمشي يزني هذايا عادل العوني الصحافي نتاع جريده الشروق اللي معناتها ما هو كان كونتاكت بيني وبين المراه اللي برات لي بالدار فهمتني؟ من سوسه قلت من سوسه ولا جاريه الشروق في تونس يمشي معايا تاع دفتر خانه في سوسه ونهز الاوراق نتاع الطبيب ووراق المعاقين نتاعي ووراق بنتي المريضه ووراق ولد ولدي المريض فهمتي؟ لازم نمشي نحولها لاختي يقولوا لها تحطي لها المبلغ 50,000 دينار. هي بعدت الدار عطاتك الدار حبت تعطيها لك صدقه وهو ما لله عطتها لي لله وعملت لي حتى ها وحتى اخت واحد اخر عملت لي حتى توكيل مفوض وذاكره فيه لوجه الله الدار هذه راني عطيتها لوجه الله ما قبلوهاش الحكايه ما جاتهمش طلبوا علي 4 مليون و800 ولي انا متشرده في الشارع انا وولدي في الشارع قاعد علاش ما سكنتش فيها الدار في الاخر ما سكنتش فيها على خاطر خلعها نسيبها وسكن فيها كي مشيت شكيت قالوا لي بري سجلي في القباضه ويجي احنا نخرجوا لك في 24 ساعه باش باش تسجل يلزمني 4 مليون و800 باش تسجلها في القباضه انا كرايه مش خالص لا ما 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 صدقه ما نجمتش تخدم خاطر ما حبوش فهمتي خرجوني الملاك خرجني من الدار الكرايه مش خالص فهمتي لا ما خالص لا ضو خالص ما مقصوص الضو عايشة وحدك عايشة انا وزوز بنات صبايا وولدي معرس بمرته ولدي كانت عنده حانوت نتاع نجاره تحرقت له في الثوره فهمتي الوالي كل جمعه كل جمعه اللي باش نجتمعوا باش توا عنده عامين باش يجتمع عنده عامين مجتمع اجتمعوا على اللي معناتها رجلوا وضعيتهم 54 واحد والبقيه ما اجتمعوش عليهم فهمتي وانا قاعده انا ولادي باركين في زاويه الباب بلاش باب ريت البيت اللي ماتوا فيه بلا باب وزوز صبايا عمرهم 20 سنه قلت لي عندك صغار ماتوا عندي زوز توفاوا لي بالكونسير وانت شنو صحتك؟ انا صحتي السكر والدم وكونسير ومعاق فهمتي وهاو اثباتي فوق مني ها سامحني انت شنيا دبلي شنو يا زيني ما جيت وجهك فحال الساعه مفتوحه وانا ممدود سبحان الله هذه اوراق الطبيب ها تاعها في نسمه في الفرقه اللي مش تعرف هذه كانت المعاقين نتاعي ها فهمتي هاوي معاقه عضويه فهمتي باش يقصوا لي سوابعي هذوما الزوز جاتني فيهم السوسه ما حبيتش نرقد في السبيطار على خاطر ولادي في الشارع خاطر بناويتي اللي قاعدين في الشارع فهمتي ها هو الكرني الابيض اللي يحكوا عليه ها هو تدخلي تقيدي تقيدي وتعدي ودواب الفلوس فهمتي دواب الفلوس ما فماش معناتها الحكايه نتاع هذه المراه اللي حابه تعاونك تعطلت في جره الاوراق تعطلت في جره الاوراق وكل مره يبعثوني الجمعيه هاي جمعيه خيريه هاي جمعيه باش تقيم بيك هاي جمعيه باش تلهى بيك نمشي نقعد جمعه جمعتين ارجع غدوه ارجع بعد غدوه بعد يقولوا لي نوب علينا وعليك الله يا اختي مشيت لوزاره التشغيل قلت لي مشيت لوزاره التشغيل مشيت لوزاره الصحه من التسعه نتاع العشيه حتى التسعه نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الشؤون الاجتماعيه نستنى من مرة ثلاثة طالع سيد الوزير كلمته قلت له يا سيد الوزير راني حالة اجتماعية وراني في الشارع وراني فما مرات برعت لي بدار فهمتني؟ خزار قال لي
قالوا ونهار الصحافه يصوروا فيه، خزر للبوليس قالوا خليها بحذاك نكلمك طلعوها لي للتسعة متاع الليل وانا نستنى. في الاخر تالي رفض باش حتى يحكي معايا حتى كلمه، قال ما قابلش المتسولين خاطر انا متسوله. كي قلت له راني قاعده في الشارع انا وزوز بنات سبايا وولدي ولدي عمره عامين مريض، ياخذ في دويه ب 480 دينار في الشهر، يجي حاشاك كريز يبس جمله، حبتهولي معايا انا في الكرني هاو، اسمه معايا في الكرني هاو، ها اسمه معايا في الكرني هاو، فهمتي؟ هاوين هاوين محمد ريال، فهمتي؟ القايدو في الدار. وانت البارح برك قلت لي الطبه في التحليل نتاع واحد، التحليل عملوه له نتاع واحد نزل له ساعتين ويموت اخي، من بعد سبيطار المرسى يعاود تحليل اخر يقول لي وزير الشؤون الاجتماعيه قالها لك معناتها قدام شكون ولا وحدكم؟ لا هبط من الكهرباء وشكون باش يشد معك حتى بحذا شكون؟ شكون اللي باش يجي يقول لك راه وزير قال؟ شكون؟ شكون؟ فما شكون باش يقول لك راه الوزير الفلاني قال؟ مستحيل راه وقاعد راه كيما امس كيما اليوم. انا اللي نحكي لك فيه انا حتى قبل الثوره تكويت في التراب، فهمتي؟ عملت نداء في الجريده في 2009 فهمتي؟ وقتها داري انا رقدت في السبيطار ومدام مش اسم هذه مدام سويلم رقيه سويلم توا تخدم في الرئاسه موجوده، قعدت ثلاث شهور وقت اكتشفوا لي الطب الكونسير، قعدت ثلاث شهور في السبيطار، ولادي هزيتهم من دار عمتهم في قصر صعيد تخلع لي الدار وفهمت وتهز لي دبشي للساعه الحاضره ما نعرفش عليه وينه، وتعطيه للبون نتاع نزيها زروق وزيرة المرأة اللي كانت، خاطر البون هذيا ولدها يخدم في الجيش وبنتها تقري أستاذة، هي تستحق وأنا ما نستحقش. كي شكيت بها جاو هزوني المركز تحت كرتاج من لوطة، كاويت بالكورون كما جيش عيب ما نوريك، فهمتي؟ كاويت بالكورون اشتر الصبا يعاونوا فين، طفولي فسط السيجارو رئيس المركز تاع كرتاج اللي كان طفالي فسط السيجارو، فهمتي؟ قال لي باش المرة الجاية تعرفي باش كنت تشكي بس يدك. ومدام سويل مدينة تو مازالت مستشارة في الرئاسة، وشكيت بعد الثورة على داري وعاودت بعثت لي تهديد قالت لي لا كان اللي صار فيك قبل الثورة شوية بعد الثورة راني مازلت نحكم مازلت بكلمتي، نبعثك تحبي نبعثك الحبس نبعثك الحبس. ما عليا بنتي جبدت الشكاية جبدت الشكاية وقلت له ما عادش حاجتي اختوني انا، علاش؟ خفت على خاطر اولادي، خفت على خاطر اولادي، فهمتي؟ بنتي ماخذة ديبلوم قاعدة مطيشة، مشيت قدمت لها قلت لها اعطوني لها قرض خل تخدم عليا ما فماش. جيت اليوم قدام المجلس التأسيسي علاش؟ جيت المدام محرزية العبيدي على خاطر جبت لها جواب عندي توا شهر، كلمت من البارح في التليفون الكتابة قال لي جيب، قالت لي جيب جواب صح لفين المعتمد وجيني توا نشوف كيفاش باش يبعثوا لي ولدي عساس. الكاتب العام نتاع ولاية تريانة وقت اللي مشيت وشديت الصحيحة قلت له مشتي خارجة جاب لي البوليسية يد وساق وطيشوني قدام الولاية، والله العظيم يد وساق وطيشوني، لخموا على إنسان مريض لخموا هزوني من إيدي وساقي ورموني بالبرة في البيت. واحد عامل زوز نجوم في الشرطة جاب لي دبوزة ما يصبني فيها هكا على راسي. ها بعد الثورة وبعد الكرامة اللي تكلمنا عليها ها وشنو اللي يصير؟ قالت لي جيني تو نشوف شنو الحل. هاني جيتها وقالت ما نجموش ندخلوك، ها نستنى نستنى في امر الله، انا مزوز سبايا ضايعين. ولدك شقاري ولدك؟ ولدي قاري نجاره وكانت عنده حانوت، كانت عنده عطوهم قرض من البي تي اس قبل فهمتي في 2008 2010 استغفر الله اول 2010 عطاوها قرض في البي تي من البي تي اس 13 مليون و160 حل حانوت نتاع نجاره في شريط حي التضامن، فهمتي؟ وقت الثوره حرقت له، هز مشى عمل العدل المنفذ ومشى عمل المحضر في المركز وتمت المعاينة وطلبوا عليه الباتيند وطلبوا عليه الأوراق الكل، قالوا له تو نعوضوا لك بالساعة الحاضرة ولدي قاعد بطال وهو الوحيد المعين الوحيد للعائلة، أنا عندي وليد وزوز بنات هذوكم هما ولادي ضاعوا، بنتي أنا زعما انتحرت شربت الدواء كي شافتني أنا الدم حشيت تجبد معايا ما نجمش باش ينقذوني تمشي تشرب بنتي 12 يوم في البلوك
12 يوم في الدور. عمرها؟ عمرها 20 سنة. كسألة وقت اللي فات وسألة طبيب قال علاش؟ قالت له أمي قدامي باش تموت وما نجمش تنقضها. وين؟ معناتها الشكوى لربي وقتها. ذكرني بسمته. من جهة نفسي. كيفاش نجموا يتصلوا بيك اللي باش يشوف الفيديو هذا؟ اتصلوا بي أنا في نسكة سيدي عمر طريق رواد نهج الأرض عند الدار 4. حتى المعتمد عمل اللي عليه، المعتمد نتاع المنطقة نتاعي أنا عمل اللي عليه. عمل اللي عليه وقف وقال لي تو نشوف لقاش ناس على خير كيفاش نجموا يلمونك ونرجعوك للدار. اللي كلمه وقول له معناتها قبل تقول له 26 وتوا لشكون؟ قال لك أنا ما عادش نجم نفرض على عبد باش نقول له عاونك العبد هذاك، خاف على روحه. قال لك خاف على روحه. أعطاني الجواب هذا يصح لي فيه، قال لي هزيه للوالي خليك يزيد يصح لك فيه الوالي ويهز يبعث ولدك يمشي يخدم في العساس في الليسين تاع المنار واحد. مشيت للوالي قال لي ما صح لكش، كي شديت صحيح وقلت له مشني خارج ما تعملوا لي حل لولادي وللروح هزوني من يدي وسقيت عيشوا من برا. هذاك هو الحل بنيتي. ربي يعينك. الحمد لله. الحمد لله. دي من سنة استحمد الله على كل ما يعطي، دي من سنة استحمد الله على كل ما يعطي. ديما نستحمد ربي على كل ما يعطي. انا اللي ما انا سيئه عمري تعدى، انا على بناتي وعلى ولدي اللي يمشي يعمل لي بعض الحاجات ويخلي ولده هامل يتيم، انا على بنتي اليوم شربت لي الدواء وقعدت 12 يوم في البلوك، غدوه بنتي خفت مشي تعمل لي بعض الحاجات في روحي. ما عادش نقول قدام ولادي رايك عندك الحاجه توجع ولا راني مريضه ولا جمله، ما عادش ريت شنيا حتى كي نبدا مريضه نتكا هكا نقول ليش بك نقول لهم لا راني نحب نرقد راني لاباس، وانا تبدا لو جاي تاكل فيا السكر يبدا بالاربع جرامات وبالخمسه جرامات ونقول لهم لا لاباس ما عندي حتى شيء السكر جرام عندي. احنا ساعه لساعه نقسم بالله العباد اللي تقول راني جواعه، وانا ساعه لساعه ولادي ياكلوا الخبز تاع اربع ايام وخمس ايام. اللي يلموه هذاك العباد في الشكاير يلموه باش يعطوه باش يبيعوه ويعطوه الحيوانات. انا ولادي ساعات نقول مع العباد لموهولي الخبز بالعاني باش نبيعه وانا باش ولادي ياكلوه. بنتي تقرا في الليسي تمشي باش ناكلي لها، تقرا في الليسي العام الجاي باك، بنتي الاخرى باك وبطلت القرايه كل عام بامتياز، بطلت القرايه في بالها حبت تدخل تخدم، مشات باش تخدم في دار مولا الدار خاطر بنتي تبارك الله معناتها صحتها وفي معناتها وذاوية وكل، مشات تخدم في دار الراجل تاع الراجل المرأة قالت لي ماما قالت لي معناتها نشوف عينيه ماهيش باهية عينيه حارشة وكل يخزر لي هكا، قلت لها بطلي اقعدي في الدار بطلي خليك قد ايه عمرك؟ انا توا عمري من عام 60 مولودة، عمري 52 سنة 52 سنة منتظر في رحمة ربي. شوف لما تقبل وزدت توا أنا في بالي قلت أياو حتى كي تمشي الولاية معناتها حتى اللي شدوا الحكم ظلموا قبل وتربوا وصار فيهم، قلت لازم باش يحسوا بالمظلوم. أخي زادوا ظلموني أكثر، ريتي زادوا ظلموني أكثر، زدت ظلمت أكثر. الحمد لله وكهو.